صفا. ليه يعني ما تستغلش هذه النجوميه، خاصه انها يعني وصلت الى قمه النجاح الجماهيري في النجمات في مصر، ونقدر نقول انها في اول الصف اذا كان المقياس هو الايرادات. لماذا لا تستغل هذه النجوميه وهذه القدره وهذا الداء الحقيقي؟ وانا يعني فعلا بأقدر فيها ده تماما، انها واحده بتحب شغلها جدا جدا، لماذا لا تستغله في طرح قضايا حقيقيه تكون القضيه فيها هي في الفور جراوند، يعني في المقام الاول، وايضا انها تكون هي نفسها في خدمه القضيه مش قضيه في خدمه الداتا الجنسي. انا اتمنى ان انا اشاهد، وخاصه انه لابد برضه ان نقر انه مش ممكن المشوار ده كله، مشوار طويل قوي يعني زي ما اقول لك من ايام جميله لغايه دلوقتي، انه اتقطع بدون ما يكون في موهبه وخبره طويله جدا وقدره على الاداء. يعني مش ممكن يكون ده كله في الفراغ يعني، لكن ده موجود. لماذا لا نستغل هذا كله من اجل تقديم يعني قضايا بقى لحساب القضيه مره ان شاء الله، مره كل سنتين يعني. ساعي صفا. استاذ علي، انا قدمت اهم قضيه خطيره في مصر، قضيه المخدرات دي، قضيه سياسيه من الدرجه الاولى. اتكلمت عن حي موجود في مصر وعلى مرء او مسمع من رجال الامن، وما فيش حد بيجرؤ ان هو بيدخل هذا الحي، وكانت النتيجه ان فعلا حصل هجوم على هذا الحي ودمروه وقفلوه. دي قضية خطيرة، وأول من لفت نظر المسؤولين في مصر عن هذا الحي أنا في البطنية. جيت في شبكة الموت قدمت نفس القضية بس بشكل تاني، وهو إيه؟ نفس النوع بس المخدرات بشكل جديد، الهيروين، المخدرات الجديدة اللي دخلت مصر. وقلت إن القضية دي مش قضية عادية، دي قضية وراها أيادي سياسية وخلفية سياسية، وفي ناس كبيرة بتدخل الهيروين مصر. مصر ما بتدخلش الهيروين مصر إلا عن طريق مسؤولين كبار. دي قضية خطيرة جدا، أنا قدمتها في شبكة الموت. أنا اللي عملت فيلم الإرهاب اللي كتبته الكاتبة حسن شيها، وده كان من زمان، من 7-8 سنوات قبل الإرهاب ما يتفشى في مصر. أنا برضو اللي لفت نظر هذه الظاهرة الخطيرة اللي بتدخل مصر، دي قضية خطيرة. أنا اللي عملت خطورة، بينت مساوئ الإدمان في الضائعة، كل دي مش قضايا. وفي حد بيقدم كم من القضايا في مصر إلا أفلام نادية كندي؟ ساعة صفا. ألو ألو ألو، مساء الخير. مساء النور يا فندم. حضرتك يا مدام صفاء. أهلا وسهلا. معاكي ليلى من القاهرة. أهلا بيكي. إيه حضرتك؟ أهلا يا ليلى. أهلا بحضرتك. أنت مدام نادية، يا ترى أقدر أسألها سؤال؟ أهلا وسهلا، اتفضلي هي سامعاكي. مرحبا بحضرتك يا مدام نادية. أهلا وسهلا. والله إحنا كلنا من معجبين بفن حضرتك. ميرسي طبعا. أشكرك يا حبيبتي. بس في سؤال بسيط يعني. خير. إحنا عارفين طبعا حضرتك ابنك هشام. أي هو سؤال، يا ترى يعني احنا عمرنا ما شفنا له صورة، ما قرينا عنه خبر، فيا ترى هل هو ما بي يعني حضرتك ما تكلميش عنه، هل ده عشان الفيد هيكون ليه تأثير على نجوميتك، ولا عشان عايزة الحياة حياتك الأسرية بعيدة عن الإعلام والدعاية؟ لا أنا ما يعني لا أبدا إطلاقا، ملوش أي تأثير يعني إطلاقا، بس يعني ما فيش مناسبة إن أنا يعني هو خارج الوسط خالص، ملوش علاقة بالوسط السينمائي. بس لو حضرتك أنت عارفة لما يكون في نجم محبوب بيبقى الناس نفسها إن هي تعرف أخباره، تعرف كل حاجة عنه. تعرفي يعني عني أنا ولا عنه هو؟ يعني فضول شوية من الناس، ولكن يعني إحنا بنحب دايما نعرف أخبار نجومنا. لا يا حبيبتي أبدا، ومفيش أي حاجة، بس أنا ما بحبش يعني ما فيش مجال يعني ان نتكلم عنه، انه خارج الوسط يعني خالص، ملوش علاقه بالوسط الفني. عموما والله احنا متاسفين يعني اذا كان السؤال. لا يا حبيبتي مفيش حاجه. لا ابدا ابدا ابدا، فرصه سعيده قوي يا مدام نادي. فرصه سعيده حبيبتي. حظ سعيد ان شاء الله، ونشوف حضرتك دايما
في افلام جميله من اللي بتمتعينا بيها. ميرسي قوي قوي، اشكرك. شكرا قوي يا مدام يدي. ميرسي. شكرا يا مدام سمر، واحنا والله يعني متشكرين قوي على البرنامج الجميل ده. الله يخليكي، شكرا جزيلا. يعني دايما كده نشوف حلقات جميله زي دي ان شاء الله. شكرا يا مدام سمر. شكرا، مع السلامه. طب انا لو طلبت منك دلوقتي زي عادتنا في برنامج انك توجهي سؤال ما لشخص او لاي حد، توجهيه لمين وايه هو السؤال؟ في سؤال بوجهه ليوسف شاهين، يعني امتى بقى هنلتقي؟ ان الاوان بقى دلوقتي ان احنا نلتقي. لقاء مثير مجنون يعمل انقلاب، لان انا ايوم ما اشتغلت معاه في اول حياتي وانا صغيره انا ما كنتش فاهمه يوسف شاهين ده كان فيلم ايه، ده جميله بحرين، ولا انا كنت مقدره يعني عارفه، ما كنتش متذوقه قوي فن هذا الرجل، يعني عارفه ما حسيتوش كمخرج. النهارده طبعا بعد النضج ده وبعد ال متهيألي ان الاوان بقى ان يحصل لقاء مثير بيني وبينه.